فوائد الثوم لصحة الجسم والجرعة الصحيحة لاستخدامه وأفضل أوقات استخدامه. فيديو جديد مهم جدا، تابعوا معانا للآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وعافية. فيديو جديد من فيديوهاتنا المهمة جدا نصيحتنا، هتكلم فيهم عن بات الثوم. بات الثوم من أحد النباتات المهمة جدا للصحة لاحتوائها على مضادات الأكسدة ومركبات مهمة جدا لصحة الإنسان زي مركب الإليسين، والمركب ده بيطلع أول ما بنيجي نقطع الثوم الني قطع صغيرة. فوائد كتيرة جدا للصحة، فوائد مضادة للالتهابات والبكتيريا والفيروسات، مقوي جامد جدا للمناعة، وبيساعد كمان على تقليل مشكلة مقاومة الأنسولين، وبيعالج كمان مشاكل زي مشاكل القلب ومشاكل الضغط، ارتفاع نسبة الكوليسترول. الثوم ليه فوائد مهمة جدا، والمادة اللي فيه أو المركب الإليسين. طريقة استخدام الثوم الصحيحة، اللي احنا بنجيب الثوم نقطعه قطع صغيرة، وبعد كده بنسيبه شوية لمدة 10 دقايق، وبعد كده بنبدأ نستخدمه. ممكن نضع قطع الثوم مع باية من الزبادي ونبدأ ناكلها، وممكن برضو نضيف عليها برضو قطعة ثوم، معلقة عسل نحل، ممكن ناكلها برضو مع معلقة زيت زيتون. بس كل ده شرط ان احنا نعمله ان احنا نقطع الثوم ونسيبه 10 دقايق، وبعد كده ممكن ناكله على طول مع الزبادي، او ممكن نضيف عليه عسل، او ممكن كمان اضيف عليه زيت الزيتون، ممكن كمان اضيفه على السلطات. ونحاول نتجنب تعرض الثوم للتسخين، يعني ما اضيفوش على الاكل وانا بعمله هو سخن، لا ممكن اقطعه وبعد ما الاكل يبرد شوية احطه على الاكل من فوق، وممكن اضيفه على السلطات. والجرعه اللي احنا ممكن ناخدها في اليوم، ممكن ناخد فص الى فصين بس في اليوم. مهم جدا عدم الافراط في تناوله علشان نتجنب مشاكل زي حرقه المعده. دي كانت حلقه بسيطه عن فوائد الثوم والجرعه استخدامه والطريقه الصحيه لاستخدامه. يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وعافيه. كنت معاكم دكتور احمد مكاوي، دكتور العلاج الطبيعي والتغذيه. ما تنساش تفعل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مننا كل جديد واشعار بكل حلقه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وكل الناس تشوف الحلقة وتستفيد. وبإذن الله ألقاكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا المهمة جدا لصحتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.